أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الأسعار غالية، والنساء عارية، والمساجد خالية، وأحكام الله لاغية. السارق مدلل، والمجاهد بقيوده مكبل، والزنا حلال، والزواج محال، والنساء قوامون على الرجال، وأرض المسلمين محتلة، والفقراء تحت المطر بلا مظلة، ولم يبقى من علامات الساعة الكبرى إلا قلة. فالتوبة التوبة، احضروا الكيس المتقوب. تتوضأ أحسن الوضوء لكن تسرف في الماء، كيس متقوب. تتصدق على الفقراء بمبلغ ثم تذلهم وتضايقهم، كيس مثقوب. تقوم الليل وتصوم النهار وتطيع ربك لكن تقطع رحمك، كيس مثقوب. تصوم وتصبر على الجوع والعطش لكن تسب وتشتم وتلعن، كيس مثقوب. تلبسين الخمار والعباية فوق الملابس لكن العطر منك فواح، كيس مثقوب. تكرم ضيفك وتحسن إليه لكن بعد خروجه تغتابه وتخرج مساوئه، كيس مثقوب. أخيرا، لا تجمع حسناتكم في كيس مثقوب، تجمعها بصعوبة من جهة ثم تسقط بسهولة من جهة أخرى. عجائب الشعب العربي، لا يستطيع السفر للحج لأن تكلفة الحج مرتفعة، لكن يستطيع السفر رغبة في تغيير الجو، ألا إن سلعة الله غالية. لا يستطيع شراء الأضحية لكن يستطيع شراء آيفون لمواكبة الموضة، ألا إن سلعة الله غالية. يستطيع قراءة محادثات تصل إلى 100 محادثة في اليوم، ولا يستطيع قراءة 10 آيات من القرآن بحجة ليس لديه وقت لقراءة القرآن، ألا إن سلعة الله غالية. قليل من سيرسلها لأنه يشعر بالحرج. تخيل أن الله يراك وأنت تنشرها لأجله. إذا أعجبتك فانشرها، وإذا لم تعجبك فمر كأنك لم تر شيئا. تنشر الأغاني وتستحي من نشر القرآن. يا رب، من يرسلها ارزقه من حيث لا يحتسب.